شكرا ابراهيم. مشاهدينا من جديد صباح الخير لكم، اكيد زي ما حكينا لكم في صباحات برنامج يوم جديد، موجود معكم اليوم من محافظه مادبه وتحديدا من منطقه جبل نبو. نتحدث اليوم عن التاريخ، نتحدث اليوم عن السياحه، نتحدث اليوم عن هذا الموقع التاريخي السياحي الديني ايضا في محافظه مادبه جبل نبو. اليوم راح يكون معي ايضا وبهذه الصباحات الجميله المؤرخ حنا القنصل. الله يسعد صباحك حنا. صباح النور، الله يعطيك العافيه. يعني في هذه الاجواء الجميله وهذه الاطلالات الرائعه بنصب عليك ونصب على كل اخواننا المشاهدين. أستاذ حنا، اليوم نتحدث عن التاريخ، نتحدث عن تاريخ مادبة تحديدا والمواقع السياحية داخل محافظة مادبة. تفضل. أهلا وسهلا. نحن الآن في إطلالة جبل نيبو، وهذا له أسماء عديدة جدا، لكن قبل أن أبدأ بالتاريخ أريد أن أنقل تهاني وتحيات أهل مادبة إلى الأردن العزيز وإلى العائلة الهاشمية بالمئوية الأردنية، وسأذكر ثلاثة أحداث مهمة من العائلة الهاشمية لها علاقة في مادبة تاريخياً قد يجهلها معظم الأهالي. الشريف حسين قائد الثورة العربية رحمه الله زار مادبة في العشرينات وكان في المنطقة وعرف بمشروع جر المياه من عيون موسى إلى مادبة، وتبرع بخمسين دينارا ذهبيا لمادبة في ذلك الوقت. نعم، في ذلك الوقت بالألف وتسعمائة واحد وثلاثين لما أخذت المياه من وادي عيون موسى إلى مادبة، افتتح المشروع الملك المؤسس رحمه الله عبد الله الأول. نعم. وحضر اللقاء وألقيت قصائد تكريمية له. نعم. في الأربعة وثلاثين عندما تمت الصلح بين الإمارة الأردنية والسعودية على أثر غزوات الوهابيين، زار عبد العزيز آل سعود الأردن، وكانت له زيارة إلى موقع نيبو، كان بداية الحفريات في هذا الموقع. نعم. مع سمو الأمير عبد الله الله يرحمه. فنحن نتحدث عن جذور تاريخية قديمة للعائلة الهاشمية في هذا في الموقع مادة. وهذا من المواقع المميزة لسمو الأمير حسن أطال الله في عمره. نعم. طيب نتحدث اليوم أستاذ حنا بعد هذه المقدمة الجميلة، نتحدث عن هذه الإطلالة الجميلة الآن، ونتحدث عن المواقع اللي حول، خلينا نحكي جبل نيبو. عندما تقف إلى جبل نيبو عليك أن تنظر إلى الغربي، إلى الشمال، إلى الجنوب. عندما تنظر إلى الغرب لك إطلالة على الغور الأردني وعلى منطقة فلسطين. في الأيام الصافية تستطيع أن ترى رام الله والقدس ببساطة. يعني لو شفنا الجو شوي أصفى. نعم، هذه لو الجو صافي تستطيع أن ترى القدس كاملة. نعم. في الليل تشاهد الأضواء وتشاهد السيارات وهي تسير في الشوارع القدس ورام الله. أريحة قريبة منه الرامة والغور. إذا نزلت، إذا اتجهت إلى الشمال، وهذا جانب مهم جدا جدا، ستتابع منطقة حسبان. نعم. مرورا بطريق الحج المسيحي، وهذا مهم جدا في منطقة نيبو. منطقة نيبو هي محج مسيحي منذ القرن الثالث والرابع ميلادي، وهي الآن جزء من الحج المسيحي. قدسها قداسات البابا الذي زاروها، أربع باباوات زاروا هذه المنطقة. في عام 394 زارت الحاجة الإسبانية، حاجة إسبانية إيجيريا، هذه المنطقة من القدس إلى أريحة إلى الرامة إلى حسبان، ومن حسبان جاءت إلى هذه المنطقة مروراً في منطقة المشقر والعريش والمحطة لتنزل إلى هذا الوادي، وادي عيون موسى. هذاك الوادي الموجود اسمه وادي النمل، وهو منطقة أثرية ما زالت بعض الحجارة الميلية موجودة فيه داخل هذه المنطقة. داخل المنطقة، داخل المنطقة. فإلى عيون موسى، عيون موسى التقت في مجموعة من النساك والرهبان. هنالك ست كنائس لحد الآن موجودة في هذه المنطقة، أربعة أو ثلاث مكتشفات. هذه المنطقة هي مكان للنساك وللحجاج، وصعدت إلى منطقة نبو.
أو رأس الفزجة. طبعاً هذه المنطقة لها عدة أسماء تاريخية. نعم، منها اللي هي جبل نيب، ومنها أول ذكر لها جاء في التوراة الفزجة. نعم، سلسلة جبال عبريم. نعم، جبال عبريم ما لها علاقة بالعبور العبراني أو العبريم والنبو، هذول الاسمين. نبو هو إله التجارة البابلي، فنقلت إلى هذه المنطقة. جبال العبريم العبور إلى طريق التجارة، فلذلك لما قالت التوراة للنبي موسى كليم الله اذهب إلى جبال عبريم وانظر إلى الأرض. نعم، لن تدخلها. نعم، لن تدخلها. سلسلة جبال العبريم تبدأ من هذه المنطقة، تنتهي في منطقة اسمها الفيحاء أو المصلوبية، هذه اسمها سلسلة جبال العبريم. أنا إحنا أستاذ حنا يعني لو بدنا نحكي عن تاريخ مادبة ونحكي عن هذا التاريخ العظيم وأيضا المواقع الأثرية نريد حلقات كثيرة، ولكن اليوم بدقيقة إذا سمحت لي، اليوم نتحدث عن موقع جبل نيب وأهميته، وأيضا اليوم إحنا حابين نشجع الناس يزوروا هذا الموقع التاريخي السياحي الديني أيضا في محافظة مادب. الآن أنت عندما تزور هذا الموقع، أنت أولا تزور موقعا دينيا. نعم، دينيا لكافة الأديان، فمقام النبي موسى هو كليم الله في القرآن الكريم. نعم، إذن هو مقام ديني، نبي الله، والإسلام يحث على احترام الأنبياء ككل. نعم، هو مكان زيارة حج مسيحي من كل دول العالم، ومادبة بالذات يعني فيها ثلاث أماكن للحج المسيحي: الخرار، وادي الخرار مكان عماد السيد المسيح، لا يبعد أكثر من 10 دقائق ربع ساعة عن هذا المكان. نعم، ومقام النبي موسى، ومكاور مكان قطع رأس يوحنا المعمدان والنبي يحيى، ثلاث مواقع في محافظة مادبة. إذن أنت تحتاج في مدينة مادبة لزيارة ثلاث مواقع حج مسيحي. نعم، إذن أنت في منطقة مقدسة. نعم، لما تقف على هذا الجبل وتنظر تتذكر سبع أنبياء ورسل كانوا في هذه المنطقة. فأنت منطقة مباركة. نعم، نتحدث أيضاً أستاذ حنا الآن، كل دعوة منك الآن لكل المشاهدين، إحنا بجوز انتهى وقت برنامجنا وفقرتنا هذا الصباح، شو بتقولهم؟ أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم في مادبة. هذا المزار تحتاج إلى نصف ساعة، ساعة فيه، لكنك يمكنك أن تمضي 3 أيام في محافظة مادبة لزيارة المواقع، عشرات المواقع السياحية، بما فيها سياحة علاجية، بما فيها سياحة مغامرات، بما فيها سياحة ثقافية، بما فيها سياحة تاريخية. ستجد في مادبة أهم شيء خارطة مادبة السياحة في كنيسة الخضر أو جورجوس الأرثوذكسية، هذه وثيقة تاريخية جغرافية من سنة 570 ميلادي لهذه المناطق اللي أمامها، تاريخ مادبة. إذن ستجد في كنيسة الرسل إشارة إلى حضارة مادبة في عام 580، يعني هذه الصورة أنا بتعامل معها، أن تجد طفل يلبس شورت بنطلون قصير يركب دراجة. نعم، بعجالها المشكلة، فسيفسائيا موجودة في خارطة في كنيسة الرسول 580. مادبة الفسيفساء، معنى ذلك في حضارة ثقافية. نعم، مادبة قبل 1500. نعم، سنة. أنا بدي أشكرك المؤرخ والأستاذ حنا القنصي، كل الشكر لك على وجودك معنا في هذا الصباح الجميل. كل الشكر. شكرا لكم. شكرا. أهلا وسهلا في التلفزيون الأردني، مفخرة الأجهزة ومفخرة الأرسال. أشكرك. إذن مشاهدينا الكرام، دائما بهذه الصباحات الجميلة وهذا الربط المباشر الجميل جدا في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم حابين نكون معكم من محافظة مادبة التاريخ، نتحدث عن المواقع السياحية التاريخية الأثرية وأيضا المواقع العلاجية داخل محافظة مادبة. الآن راح أرجع إلى لارا وإبراهيم لاستكمال فقرات برنامج يوم. شكرا رعد، الله يعطيك ألف عافية.